طلاب المحاضرة واضحة أمامكم؟ واضحة دكتور. أوكي، إذا بسم الله نبدأ المحاضرة الأولى لمادة التحليلات العددية. طبعا بالنسبة لمادة التحليلات العددية تعتبر مادة جدا مهمة، وليس فقط في اختصاص هندسة الطاقة، لا، هي مهمة لجميع اختصاصات الهندسة طبعا، لأن هي مادة رياضياتية. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الفصل الأول اللي هو System of Linear Equation، نظام المعادلات الخطية. طبعا المحاضرة أرسلتها لكم طلاب، فيا ريت يعني تفتحوها وياي، أو اللي ساحبها بورق خلي يسجل الملاحظات عليها، أكو شغلات ما موجودة بالمحاضرة. تمام طلاب؟ رجاء كل واحد منكم يفتح المحاضرة اللي أرسلتها له. طيب، مثل ما ذكرنا أنه هذا الشابتر الأول خاص بالمعادلات الخطية. طبعا النقطة الأساسية بهذا الفصل هو إيجاد قيم المتغيرات. مثل ما نلاحظ هنا، النقطة الأساسية هو إيجاد قيم الأكس، والأكس هنا نقصد بها قيم المتغيرات بشكل عام، وليس فقط الرمز اكس. إذن النقطة الأساسية هو إيجاد قيم المتغيرات. طبعا هنا ايش راح يصير عندنا؟ هنا راح يجينا نظام مكون من معادلات خطية. راح يجينا نظام مكون من معادلات خطية، ايش نقصد بالنظام المكون من معادلات خطية؟ معناته راح تجينا مجموعة معادلات. كل معادلة بها كذا مجهول. كان يكون 2 3 4 الى اخره، الى ما لا نهايه من المجاهيل. كل معادله تحتوي على مجاهيل. ايش راح يجينا؟ راح يجينا مجموعه من المعادلات. ما ممكن تجينا معادله واحده فقط وبها مجموعه مجاهيل ويذكر لنا انه اوجد لي المجاهيل من هذه المعادله الواحده فقط. ما ممكن ابدا. ممكن فقط في حاله واحده، انه تفرض قيم للمجاهيل وتخلي مجهول واحد تستخرج قيمته، لكن هنا بهالحاله راح تظل تجرب، راح تصير تراي اند ايرور، محاوله تجريبيه. وبهالحاله راح يكون الحل ما لا نهايه، يعني كل مجهول راح تصير له مجموعه من القيم الى ما لا نهايه من القيم، يعني يتقبل او يقبل هذه القيمه الى حد ما لا نهايه من القيم. هذا الموضوع ما راح ندخل به. اللي يهمنا احنا مثل ما ذكرنا، اعيد بشكل سريع، اللي يهمنا بهذا الفصل هو ايجاد قيم المتغيرات من المعادلات اللي معطاه عندنا بالمثال او السؤال. كيفيه حلها؟ راح تجينا بالسؤال مجموعه من المعادلات، كانت تكون معادلتين او ثلاثه او اربعه. من خلال هذه المعادلات راح نوجد قيم المتغيرات. طبعا هنالك العديد من الطرق لايجاد هذه المتغيرات، احنا راح ناخذ كم طريقه فقط، وهنالك طبعا طرق اخرى ما راح نتطرق لها لانه مشابهه لهذه الطرق، اضافه الى انه هذه الطرق اللي راح ناخذها هي يعني الاكثر استخداما. طيب، مثل ما ذكرت لكم طبعا نقطة مهمة، انه ما ممكن ايجاد مجموعة متغيرات من معادلة واحدة فقط. شنو معناتها هنا طلاب؟ معناتها هنا راح يكون عدد المجاهيل اللي نريد نوجدها يساوي لنا عدد المعادلات المعطاة بالسؤال. هذه ملاحظة جدا مهمة. يعني في حالة، على سبيل المثال، بالسؤال اجتنا 3 معادلات. هذه الـ3 معادلات راح نستخرج من عندها 3 قيم مجهولة، كأنه تكون مثلا نسميها X1 X2 X3 وهكذا. إذا جتنا 4 معادلات معناتها أكو 4 مجاهيل إلى آخره. عدد المجاهيل يساوي لنا عدد المعادلات المعطاة في السؤال. هذا طبعا هذا الكلام موجود بالمحاضرة، لكن
يعني شرحته بشكل سريع، وأيضا راح نمر عليه مرة أخرى حتى تثبت عندكم، لأن هذه ملاحظات جدا مهمة بحل هكذا نوع من أمثلة خاصة بالمعادلات الخطية. طبعا هنا مثال بسيط، هنا مثال بسيط كيفية حل المعادلات. هنا عندنا شوفوا هذه المعادلة طلاب، راح يجينا هذا النوع من المعادلات، طبعا ما راح تجينا بهالصيغة، راح تجينا بشكل أرقام، أرقام إضافة إلى مجاهيل. لاحظ هذه المعادلة A sub 1 في X1 زائد A sub 1 في X2 زائد A sub 1 في X3 زائد إلى ما لا نهاية، شو يساوينا؟ يساوينا B1. هذا شو نقصد بها؟ خلينا نتعرف عليها أكثر. طبعا الـ A كل الأيات الـ A's كلها A11 A12 A13 إلى آخره، هذه عبارة عن constants، عبارة عن ثوابت قيم، كان يكون 2 3 قيم عشرية إلى آخره، هذه تكون ثوابت، يعني هذه موجودة بالمعادلة بشكل أرقام. البي نفس الحالة، البي 1 والبي 2 حسب معادلات، لكن احنا هسه نتكلم عن هذه المعادلة فقط. إذا صارت عندنا الأي والبي كل الايات اللي موجوده بالمعادله اضافه الى البي، هذه عباره عن كونستانت، عباره عن ارقام. قيم الاكس هي اللي راح تكون عباره عن مجاهيل. اذا كل معادله راح يكون عندنا كونستانت وراح يكون عندنا انون، راح يكون عندنا ثوابت وراح يكون عندنا مجاهيل. الثوابت مثل ما ذكرنا هي قيم الاي والبي، المجاهيل هي قيم الاكسات من اكس 1 الى حد اخر اكس موجوده بالمعادله. واضح لحد هنا طلاب؟ ها قبل ما اكمل المحاضره، طبعا انتم انا اول مره ادرسكم. طلاب اللي عنده اي سؤال، اي سؤال حتى لو كان خارج الماده يسال، انا بالنسبه لي اي سؤال او شغله ما فاهمها يسالني اياها بدون اي خجل او احراج، لانه ممكن الطالب يقول انا بنفسه يقول ان مثلا انا ليش اسهل، احتمال غيري فاهمها اوكي واني ما افهمها، ليش احرج نفسي؟ لا، رجاء طلاب ما اريد هذا المصطلح نهائيا. احنا كنا ما نعرف وكنا سالنا، ايضا كنا طلاب، فاي سؤال عندك تساله ممكن غيرك ايضا ما يعرفه وايضا يخجل أو ينحرج. فرجاء طلاب ما أريد أي إحراج أو خجل، لأنه ممكن هذه السؤال راح يجي بنهاية السنة أو إلى آخره، بهالحالة راح تتندم أنت. أوكي طلاب متفقين عند هذه النقطة؟ أي سؤال يجي ببالك تسأله سواء بالمحاضرة أو من خارج أوكي. هسه لحد هنا أنا ما أريد أمشي، ما أريد أمشي سريع، لانه يعني كثره الماده اللي يعطيكم اياها ما لها فائده اذا انتم ما فاهمينها. لحد هنا طلاب اكو شيء ما مفهوم؟ لحد هنا اكو شيء ما مفهوم؟ واضح استاذ. اوكي طلاب. طيب. طبعا هذا الكلام لحد هنا شرحنا. طيب. هسه نجي الى المعادلات او المعادلات الانيه الخطيه اللي راح تجينا بالسؤال. هذا هو السيستم، هذا هو نظام المعادلات اللي راح يجينا. على سبيل المثال راح تجينا مجموعه معادلات خطيه، كل معادله تحتوي على ثوابت وتحتوي على مجاهيل مثل ما ذكرنا، وعدد المجاهيل يساوينا عدد المعادلات. لو نلاحظ هنا العدد المجاهيل يستمر الى حد x sub n، اذا لازم المعادلات تكون عددها n، الان هذا عباره عن رقم طلاب. اوكي طيب هسه مثل ما ذكرنا كيفيه حل المعادلات بهذه الطريقه، كيفيه حل المعادلات الخطيه لها عده طرق. احنا راح ناخذ مجموعة من الطرق، بعض الطرق، والطرق الأخرى نتركها. ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا مشابهة لهذه الطرق ممكن تكون أكثر تعقيداً. احنا أخذنا
ابسط الطرق اضافه الى اكثرها يعني استخداما في مجال الهندسه. طبعا هناك نوعين لحل هذه المعادلات الخطيه. هناك نوعين من الحلول الخاصه بهذه المعادلات الخطيه. النوع الاول يسمى الاندايركت ميثود، الطريقه الغير مباشره، او تسمى الاتيريتيف، الطريقه التجريبيه، اتيريتيف ميثود، طريقه تجريبيه. بهذا النوع الاندايركت ميثود احنا راح ناخذ ان شاء الله نوعين او طريقتين من هذا النوع. الطريقه الاولى تسمى الجاوس سيدل، جاوس سيدل ميثود، والطريقه الثانيه الجاكوبي ميثود. اذا الجاوس سيدل ميثود والجاكوبي ميثود هي خاصه بالاندايركت ميثود، الطرق الغير مباشره، الطرق غير المباشره. النوع الثاني من الطرق اللي هو يسمى الدايركت ميثود، طرق مباشره، اللي راح ناخذ بها راح ناخذ ايضا نوع من هذه، اللي راح ناخذ الجاوس اليمينيشن وناخذ الجاوس جوردن. شنو الفرق ما بيناتهم طلاب؟ الفرق اللي بينهم انه الطريقه الثانيه، خليني احكي بالطريقه الثانيه هسه. الطريقه الثانيه اللي هي على سبيل المثال جاوس اليمينيشن او جاوس جوردن، هذه الطريقه تنطي قيم دقيقه للمجاهيل. في حاله انه كانت عندنا المجاهيل قيم اكس، اكس 1، اكس 2، اكس 3 الى اخره. هذه الطريقتين جاوس اليمينيشن والجاوس جوردن راح تنطينا قيمه دقيقه للمجاهيل. اما بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي الاندايركت ميثود، هذه طريقه تجريبيه. هذه طريقه تجريبيه، بهالحاله مو شرط، انتبهوا طلاب، مو شرط تكون قيم المجاهيل اللي استخرجناها بهذه الطرق مو شرط تكون دقيقه، لكن قريبه من من القيمه الصحيحه. يعني على سبيل المثال قيمة الـ X1 بإحدى المعادلات هي القيمة الصحيحة مالتها 2، قيمتها 2. من استخدمنا الـ Indirect Method واستخدمنا الجاكوبي على سبيل المثال بالحل طلعت لنا القيمة 1.998، أوكي؟ فبهالحالة هذه مقبولة. بهالحالة ممكن 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 تطلع 2، لكن في حالة أنه ما طلعت 2 طلعت قريبة إلها أيضا يعتبر الحل صحيح. هسه هذا راح نشوفه كيفية الحل طبعا. فلاحظنا الفرق طلاب، إذا الدايركت تنطي قيمة دقيقة، الاندايركت تنطي ممكن تنطي قيمة دقيقة لكن ممكن أيضا تنطي قيمة تقريبية. ومن هنا أجت تسمية الاندايركت مثل ما ذكرنا إلها تسمية أخرى اللي هي الاتيريتيف، طريقة تجريبية. طيب هسه احنا راح نبدي بالجزء الاول اللي هو الاندايركت ميثود او تسمى الاتيريتيف ميثود مثل ما ذكرنا. طبعا مثل ما ذكرنا هي عباره عن طريقه تجريبيه، طريقه تراي اند ايرور، المحاوله والخطا. راح يجينا سيستم من المعادلات، مجموعه معادلات خطيه، مجموعة معادلات خطية. على سبيل المثال شوفوا هنا هذا النظام مكون من ثلاث معادلات. نظام مكون من ثلاث معادلات. شنو معناته؟ معناته عدد المجاهيل 3. هذه العبارة لازم تظل يعني ببالكم، عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات. ايش قد هنا عدد المجاهيل؟ هي x1، x2، x3. اوكي لو لاحظ 1 2 3. بهالحالة نقدر نحل هذا السيستم من المعادلات. طريقة الحل هنا شو راح تكون بطريقة الاندايركت ميثود؟ هذه لها خطوات طلاب. هذه لها خطوات. أول خطوة طلاب، أول خطوة نجي على هذا الشرط، هذه أول خطوة بالحل. هذه أول خطوة بالحل، اتركوا هذا المعادلات وترتيبها بعدين نرجع عليه. هذه أول خطوة بالحل، هذه لاحظ، هذه important note، ملاحظة جدا مهمة. الخطوة الأولى بحل بطريقة الجاوس سيدل هو نطبق هذا الشرط اللي هو مطلق الـ A sub II لازم يكون أكبر من السمويشن مجموع المطلق للـ A sub IJ.
هذا هسه ناخذ ان شاء الله طلاب، شوفوا شلون راح نطبقه بالمعادله. اوكي طيب، هسه نجي بعد ما طبقنا هذا الشرط، بعد ما طبقنا هذا الشرط راح نرجع للمعادلات. شوفوا شلون راح يصير ترتيب المعادلات. نجي الى المعادله الاولى، نجي الى المعادله الاولى نخليها بدلاله الاكس 1. شنو معناتها؟ معناتها راح نطلع الاكس 1 من المعادله الاولى، نطلع اكس 1 من المعادله الاولى. هذه ان شاء الله بسيطه اخذتوها حتى بالاعداديه، يعني ننقلها بقيه البارامتر ننقلها الى الطرف الثاني اوكي، ونقسم على معامل اكس. اذا من المعادله الاولى نوجد قيمه الاكس 1، ومن المعادله الثانيه ايضا نخليها بدلاله الاكس 2، يعني راح نطلع الاكس 2 من المعادله الثانيه. وكذلك بالنسبه للمعادله الثالثه راح نخليها بدلاله الاكس 3 ونستخرج من عندها قيمه اكس 3. طيب شو راح تكون هذه الطريقه طلاب؟ شوف لاحظ هنا، لاحظ هذه المعادله الاولى صارت، المعادله الاولى صارت اللي ذكرنا انه راح نستخرج او راح نجعلها بدلاله الاكس 1. ايش راح تصير؟ هنا الاكس 1 تساوي شنو؟ تساوي البي 1 ناقصا، هذا ننقله للطرف الثاني، ننقله الى الطرف الايمن، ايش راح يصير؟ بي 1 ناقصا اي 1 2 اكس 2 ناقصا اي 1 3 اكس 3 كلها مقسومه على معامل الاكس 1. واضح طلاب؟ مجرد رياضيات بسيط مال اعداديه. اوكي؟ اكس 1 صارت بدلاله باقي البارامتر. بي 1 ناقصا اي 1 2 اكس 2 ناقصا اي 1 3 اكس 3 مقسومه كلها على المعامل الخاص بالاكس 1. طيب هسه هذا شنو، هذا شنو الرمز اللي هو الكي بلس 1 وهنا كي، هذا شنو معناته طلاب؟ هذا لا تخربطون به، هذا كثير من المراحل السابقه اللي مرت قبلكم يخربطون بها واعيدها لهم المشكله، لكن ايضا يبقى هنا الخلل. هذه مو اسس، هذه مو اس، هذه رقم المحاوله، هذا رقم المحاوله. رجاء طلاب هذه الملاحظات سجلوها يمكم حتى من ترجعون للمحاضره والتسجيل اوكي تترسخ عندكم. هذه الاسس، عفوا هذه القيم اللي هي كي بلس 1، هذا مو اس للاكس 1. يعني في حاله انه كانت قيمه الكي 1 هنا راح يصير اكس 1 الاثنين، هذا مو تربيع، ما صارت اكس 1 تربيع، لا هذه الاكس 1 بالمحاوله الثانيه. اوكي طيب اذا صارت هنا اكس 1، هذه استخرجنا قيمه الاكس 1 من المعادله الاولى، اكس 1 تساوي بي 1 على اي 1 1 اللي هو معامل اكس 1 ناقصا هذا نقلناه للطرف الثاني، صارت اي 1 2 على معامل الاكس 1 اللي هو اي 1 1 في الاكس 2 المحاوله كي ناقصا هذا هسه الاي 1 3 ايضا نقلناه للطرف الثاني مقسومه على معامل اكس اللي هو الاي 1 1 مضروبه في الاكس 3 للمحاوله كي. طبعا الكي طلاب ايضا رقم راح يكون. هسه ان شاء الله من ناخذ مثال هذه كلها راح تتبسط عندكم اكثر. طيب هسه نجي لقيمة الـ X2 مثل ما ذكرنا راح نوجدها من المعادلة الثانية، نخلي المعادلة الثانية كلها بدلالة الـ X2. راح تصير X2 تساوي شنو؟ B2 مقسومة على معامل الـ X2 اللي هي A22 ناقصا هسه هذا ننقل للطرف الثاني وهذا أيضا ننقل للطرف الثاني، راح يصير ناقصا اي 21 في الاكس 1 مقسومه على معامل الاكس 2 اللي هي اي 22 ناقصا اي 23 على معامل الاكس مضروبه في الاكس 3. هذا بالنسبه لقيمه الاكس 2. نفس الحاله بالنسبه للاكس 3 نوجدها من المعادله الثالثه، يعني نخلي المعادلة الثالثة بدلالة الـ X3. ايش راح تصير؟ B33 مقسومة على معامل الـ X3 ناقصا
A31 مضروبة في الاكس 1 مقسومة على الـ A33 ناقصاً الـ A32 مضروبة في الـ X2 ومقسومة على الـ A33. يعني شنو معناتها؟ أيضاً نقلناهن البقية نقلناهن إلى الطرف الثاني وبقت الـ X بالطرف الأيسر. طيب هذه هي طريقة الحل، هذه هي طريقة الحل، وهذا هو الفورمة العامة في حالة أنه اجتنا أكثر من ثلاث معادلات، في حالة أنه اجتنا أكثر من ثلاث معادلات هذا هو الجنرال، هذه هي الجنرال إكويشن الخاصة بهذا النوع من أنواع الحل أو النوع الطريقة. طيب هذا ذكرناه اللي هو الشرط المهم. طبعا شنو معناته هذا الشرط اللاب؟ هذا الشرط مثل ما ذكرنا قبل ما تبدي بالحل تطبق هذا الشرط. اذا طبق الشرط، انتبهوا، اذا طبق الشرط هذا معناتها نقدر نحل بطريقة الجاوس سيدل. اذا هذا الشرط ما طبق على المثال المعطى ايش راح تكتب؟ تكتب فقط انه هذا المثال لا يمكن حله بطريقة الجاوس سيدل فقط. يعني مو شوف على سبيل المثال ممكن اجيب لك هيك سؤال، اجيب لك سؤال ما ينحل بالجاوس سيدل لانه ما يتطبق عليه هذا الشرط، واقول لك حل اياه بالجاوس سيدل. يجي واحد يسطر المعادلات ويكتب ويطلع قيم الاكس ويسوي محاولات، بالنهايه ما يوصل حل، مجرد انه يملي الدفتر او الورقه ما يوصل الحل. لكن لو نطبق الشرط بالبدايه وشاف انه الشرط ما ينطبق، مجرد انه يكتب لي لا يمكن حل هذا المثال بطريقة الجاوس سيدل، خلص هذه الدرجة كاملة على السؤال. اوكي، اهم شيء هو الفهم، اهم شيء هو فهم المادة وليس حفظها. اول خطوة لازم نطبق هذا الشرط. طيب لحد هنا طلاب، قبل ما نبدأ بالمثال حتى تتوضح عندنا الفكرة اكثر، اكو احد عنده سؤال؟ معناتها ماكو سؤال، معناتها اما مفهوم الماده او يعني يرادكم مراجعه لها. مو مشكله طلاب حتى لو تراجعوها بعدين، لكن يعني اريدكم نبهين وياي، يعني سجلون ملاحظاتكم حتى بعدين يعني من ترجع للمحاضره ما تتراكم عليك، ممكن قد يعني ملاحظه تنساها او فد شيء يفوت عليك، ملاحظات سجلها عندك وبعدين ان شاء الله ارجع لها. طيب هسه نجي الى هذا المثال الخاص بالجاوس سيدل، وشوفوا شلون راح تتبسط الطريقه. يعني واحد يشوفها كانه معقده ومعادلات ومحاولات، لكن هنا وهذا المثال راح تتبسط شويه اكثر. عندنا مجموعه من المعادلات الخطيه، ثلاث معادلات، ونريد نحلها بطريقه الجاوس سيدل. نحل هذه الطريقه بطريقه الجاوس سيدل. طيب مثل ما ذكرنا عندنا ثلاث معادلات، شنو معناتها؟ معناتها عندنا ثلاث مجاهيل، الـ X1 والـ X2 والـ X3. شوفوا لاحظ طلاب هنا، هذه هي الـ A11، شوفوا هذه A12، هذه A هنا A13، طبعا هي واحد A13، وهنا الـ D1. مثل ما ذكرنا في البداية قيم الـ A's شكو A ذكرناها بداية المحاضرة، وقيم الـ B هي عبارة عن قيم ثابتة تعطى بالسؤال أو تعطى بالمعادلة بشكل ثوابت. المجاهيل فقط راح تكون قيم الـ X. طيب عندنا هذا السيستم المعادلات يريد نحله بطريقة الجاوس سيدل. مثل ما ذكرنا بطريقة الحل الخاصة بالجاوس، أول خطوة ما تنساها راح أظل أكررها عليك، لازم نطبق الشرط. طيب طبعا الشرط راح نطبقه، راح نبدي من المعادلة الأولى، هذه المعادلة الأولى نريد نطبق الشرط عليها. شو يقول الشرط؟ مطلق الاي سب اي اي، شنو معناتها الاي اي اي؟ شنو معناتها؟ في حالة انه كانت الاي واحد شو راح يصير؟ الاي 1 1 بما انه معادلة أولى، إذا الاي واحد. قيمة المطلق أو المعامل الاي 1 1 لازم يكون أكبر شنو؟ من مجموع باقي
المعاملات بالمعادله. شنو معناتها؟ وين الاي 11 هنا؟ الاي 11، الاي 11 هو هذا الخمسه. هذا الخمسه هو الاي 11. اوكي؟ للمعادله الاولى، للمعادله الاولى معناتها الاي 1. اذا الاي 11 مطلق الاي 11 خمسه. طيب خمسه، هسه نجي خمسه. مجموع باقي المعاملات بالمعادله. مجموعهن لكن مطلق. يعني هنا بهالحاله راح ناخذ مطلق الاثنين، مطلق الماينس، مطلق الماينس 2 زائدا مطلق هذا ايش قد الاي 13 هنا؟ ذكرنا واحد، هنا واحد. زائدا مطلق الواحد ايش قد راح يكون؟ تساوي ثلاثه. صحيح؟ اذا الاي 11 اللي هي خمسه يجب ان تكون اكبر من مجموع باقي المعاملات في المعادله الواحده، فصارت خمسه اكبر من ثلاثه. اذا الشرط، الشرط انطبق على المعادله الاولى. الشرط انطبق على المعادله الاولى، وهذا اللحظه بالحل. مطلق الخمسه اللي هو الاي 11 تشبي اكبر من مجموع باقي المعاملات المطلق. ماينس 2 المطلق مالتها زائدا الواحد المطلق شو راح يصير؟ ثلاثه. اذا خمسه اكبر من ثلاثه. اذا الشرط اتحقق على المعادله الاولى. خليها ببالك انه الشرط لازم تطبقه على كل المعادلات. يعني مو تجي على المعادله الاولى وتشوف انه الشرط اتحقق عليها وتبدي تحل بالقاوس، لا، ممكن الشرط ما ينطبق على المعادلة الثانية، أو ممكن مو على الثالثة، أو حسب عدد المعادلات. إذا يجب أن نطبق الشرط على كل معادلة. إذا طبقناه على المعادلة الأولى صحيح الشرط. هسه نجي للمعادلة الثانية. المعادلة الثانية شنو معناتها؟ صارت الآي ايش قد؟ الآي صارت 2. إذا هنا الآي 2 2. الآي 2 2 هنا بالحالة حسب الشرط لازم يكون أكبر من باقي المعاملات، من باقي مجموع المعاملات. ايش بقى لنا اذا اخذنا الاي 22؟ ايش بقى لنا؟ بقى لنا معامل الاكس 1 بالمعادله الثانيه ومعامل الاكس 3 بالمعادله الثانيه. اذا الاي 22 ايش قد هنا؟ 4. يجب ان يكون اكبر من بقيه المعاملات. هنا ايش قد معامل الاكس 1؟ 1 اللي هي مطلق 1 1. زين، زائدا معامل الاكس 3 اللي ما تبقى، يعني ما تبقى بالمعادله ماينس 2 المطلق مالتها 2. اذا 4 اكبر من 3. اذا اوكي، الشرط تحقق على المعادله الثانيه. الشرط تحقق على المعادله الثانيه. طيب نفس الحاله نجي الى المعادله الثالثه وايضا نطبق الشرط. هنا في الحاله الاي ايش قد راح يكون؟ الاي راح يكون هنا 3. إذا الآي هنا شو يمثل لنا؟ الآي يمثل رقم المعادلة. الآي يمثل رقم المعادلة. الآي 33 وين الآي 33؟ هذا الآي 33. لو نرجع إلى المعادلات هذه الآي 33، هذا الترتيب مالتها. الآي 33 هي المعامل الخاص بالإكس 3. شبي لازم يكون أيضا أكبر من مجموع ما تبقى من المعاملات بالمعادلة. إذا 4 لازم تكون اكبر من مجموع الاثنين زائد واحد، وهو صحيح. 4 اكبر من 3. اذا الشرط طبق على المعادله الاولى والمعادله الثانيه والمعادله الثالثه. بما انه الشرط تطبق على المعادلات اللي معطاه بالسؤال، اذا بهالحاله راح نقدر نحل بطريقه القاوس سيدل. طيب هسه الحل شلون راح يكون؟ احنا الحل شنو معناته؟ معناته ايجاد قيم المجاهيل. شنو المجاهيل عندنا هنا؟ قيمة الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. شو راح نجدها؟ قيمة الاكس 1 نوجدها من المعادلة الأولى. نخلي المعادلة الأولى بدلالة اكس 1. قيمة الاكس 2 نوجدها من المعادلة الثانية. وقيمة الاكس 3 راح نوجدها من المعادلة الثانية. يعني نسوي ثلاث معادلات، واحدة للإكس 1 والثانية للإكس 2 والإكس 3. طيب
شوفوا هسه هذه المعادله، هذه منين اجتني طلاب؟ هذه اجتني من المعادله الاولى. لاحظ هنا x1 شو راح تساوي بهالحاله؟ 4 4 مقسومه على 5 اللي هو معامل ال x1 صارت 0.8. 4 على 5 هي 80% او 8 بالعشره 0.8. زين هذا راح ننقله للطرف الثاني، شو راح يصير؟ زائد 2x2 زائد 2x2 مقسومة على شنو؟ على المعامل هذا، لأنه هذا المعامل مثل ما تعرفون ينقسم، يعني نقسم بقية المعاملات على معامل الـ x1 راح تصير 2 على 5 x2. وهذه هي، لاحظ هنا 2 على 5 شنو معناتها؟ معناتها 0.4 0.4 x2 0.4 x2. شو بقى عندنا؟ بقى عندنا هذا المعامل اللي هو أو هذا الحد اللي هو x3 منه ننقله راح يصير ماينس x3 x3 على 5 يعني معناتها 1 على 5 اذا هي 0.2. اذا صارت المعادله الاولى الخاصه بالx1 هي هذه. هذه هي المعادله الخاصه بالx1. ومثل ما نلاحظ هذه بالنسبه للمحاوله k بلس 1. وهذه المجاهيل بالنسبة للمحاولة K والX3 أيضا بالنسبة للمحاولة K. إذا وجدنا معادلة خاصة بالX1، وجدنا معاملة خاصة بالX1 منين؟ من المعادلة الأولى اللي معطاة بالسؤال. نفس الحالة راح نكررها بالنسبة للX2 أيضا. نابه الحالة راح نسوي الX2 بدلالة باقي الحدود اللي موجودة بالمعادلة. هنا ايش عندنا؟ راح تصير 3 ويا طلاب 3 ناقصا x1 زائدا 2x3. يعني نقلنا x1 للطرف الاخر وهذه 2x3 نقلناها للطرف الاخر. وقد شنو عندنا؟ مقسومه على شنو؟ مقسومه على معامل x2 مقسومه على 4. طيب ايش راح يصير هنا؟ x2 راح تساوي شنو؟ 75% لان 3 على 4 75 ناقصا x1 على 4 يعني معناتها ربع 0.25 x1. هنا عندكم اي صحيح نعم زائدا x3 زائدا 2x3 على 4 معناتها نصف x3 لانه 2 على 4 معناتها نصف. اذا ايضا استخرجنا معادله خاصه بالx2 استخرجنا معادله خاصه بالx2. طيب نفس الحاله بالنسبه للx3 الx3 مين راح نوجد لها معادله؟ راح نوجد لها معادله من المعادله الاخيره اللي هي معادله 3. ايضا راح نسوي الx3 بدلاله باقي الحدود. x3 راح تساوي من 17 ناقصا x1 نقلناها للطرف الثاني هذه نقلناها للطرف الثاني ناقصا x1 ناقصا ايضا نقل هذا للطرف الثاني 2x2 مقسومه على شنو؟ مقسومه على معامل الx3 اللي هو 4. اوكي طلاب ايضا وجدنا لها معادله. واضح طلاب لحد هنا؟ اي تمام واضح استاذ. احنا بعدنا ما وصلنا لحد طلاب، هذه مجرد خطوات. هسه راح نبدي كيفيه ايجاد القيم بطريقه تجريبيه. اذا اول خطوه بالسؤال بشكل سريع، اول خطوه باي سؤال نطبق الشرط. ثاني خطوة نستخرج معادلات للمجاهيل بدلالة باقي الحدود نستخرج معادلات للمجاهيل بدلالة باقي الحدود. طيب شوفوا لاحظ هنا طلاب عدد المحاولات اللي ذكرناها. شوفوا طلاب بالنسبة للمعادلة الأولى، هسه نجي للمعادلة الأولى بالحل. راح نقول نفرض انه قيمه الكي تساوي صفر.
وهي بشكل عام طبعا تؤخذ بشكل عام تؤخذ قيمتها تساوي صفر. يعني كبدايه تؤخذ اول شيء قيمتها صفر عفوا للمحاوله الاولى for first iterative قيمه الكي تساوي صفر. وراح نعطي initial guess قيمة تخمينية أولية للقيم المجاهيل x1 x2 x3 نفرضها كلها واحد أو أفرضها صفر أو ممكن أنا أعطيك الفرضية ممكن أقول لك يعني ابدي لي بقيمة x1 x2 x3 تساوي مثلا صفر أو ممكن واحد وحتى لو إذا ما أعطيك إياها بالسؤال ممكن تأخذ أي قيمة أي قيمة ممكن تأخذها لأنه بالنهاية بالتكرار بالحل بطريقة الجاوس وتكرار العملية راح هي أصلاً القيمة اللي أخذتها مهما كانت بعيدة عن القيمة الصحيحة راح تقترب منها فأخذها مثلاً صفر أو واحد في حالة أنه ما أعطيك هذا السؤال إذن صارت الـ initial guess x1 x2 x3 تساوي واحد وبالنسبة للـ k تساوي صفر. طيب هسه نيجي نطبق هذه الشروط نطبق هذه الشروط على المعادله الاولى ايش راح يصير؟ x1 مرفوعه لصفر زائد واحد اذا x1 للمحاوله الاولى اذا x1 للمحاوله الاولى ايش راح يصير؟ 0.8 طيب زائد 0.4 مضروبه في شنو؟ مضروبه في شنو؟ الx2 اللي هي الانيشال هنا x2 هنا الk شنو صفر يعني الانيشال المحاوله الاولى او الاقتراح الاول اللي هو ايش قد x2 للصفر ايش قد فرضناها قيمتها واحد اذا نعوض الx2 تساوي لنا واحد صارت 0.8 زائد 0.4 ناقصا الx3 نفس الحاله بالنسبه للمحاوله الاولى فرضناها واحد اذا صارت 0.8 زائد 0.4 ناقصا 0.2 ليش لانه 0.2 في 1 0.2 وجدنا قيمه الx1 من المحاوله الاولى صارت 0.8 زائد 0.4 هي 1.2 ناقصا 0.2 تساوي 1 طيب هذه قيمه الx1 من المحاوله الاولى هسه نجي للمحاوله الثانيه او عفوا المعادله الثانيه نجي للمعادله الثانيه حتى ناخذ قيمة الـ X2 التجريبية بالخطوة الأولى. احنا هسه سوينا هذه شو تمثل؟ قيمة الـ X1 التجريبية للخطوة الأولى أو المحاولة الأولى. هسه نجد قيمة الـ X2 قيمة الـ X2 للمحاولة الأولى أيضاً. لأنه يعني احنا هنا بالمعادلة الأولى فقط استخرجنا قيمة الـ X1. لازم نستخرج قيمة x1 وx2 وx3 للمحاولة الأولى ونرجع نستخرج قيمة x1 وx2 وx3 للمحاولة الثانية ونرجع نستخرج x1 وx2 وx3 للمحاولة الثالثة وهكذا حسب عدد المحاولات هسه احنا أول شيء وجدنا قيمة x1 للمحاولة الأولى راح نوجد قيمة x2 للمحاولة الأولى عفوا راح نوجد قيمة الـ X2 للمحاولة الأولى أيضاً. إيش راح يصير من هذه المعادلة؟ من هذه المعادلة إيش راح يصير؟ X2 X2 الـ K بعدها صفر. X2 المحاولة الأولى صفر زائد واحد المحاولة الأولى. إذن X2 للواحد المحاولة الأولى صارت 0.75 ناقصاً 0.25 في الـ X1 هنا هنا طلاب شوي انتبهوا هذه 0.25 مضروبه في الاكس 1 يا محاوله المحاوله الاولى مو الانيشال مو الانيشال رغم انه هي نفسها هنا اجت صدفه نفسها لكن هنا انتبهوا للمحاوله الاولى يعني ايش راح نسوي طلاب؟ يعني الاكس 1 اللي وجدناها الاكس 1 اللي وجدناها من المعادله الاولى مباشره نعوضها بالمعادله الثانيه شوفوا هنا x2 الx2 المحاولة الأولى ايش راح يصير 0.75 صغر شوية 0.75 ناقصا 0.25 في الx1 اللي وجدناها قبل شوية
اوكي، هنا طبعا زائد طلاب، مو ناقص، هنا زائد، صحيح. الاكس 2، اي نعم، هنا زائد طلاب، هنا زائد، اوكي، هنا زائد. اذا الاكس 2 من المحاولة الأولى شو تساوي؟ 0.75 ناقصا 0.25 مضروبة في الاكس 1 للمحاولة الأولى اللي استونا وجدناها، زائد 0.5 مضروبة في الاكس 3 للانيشال، للمحاولة صفر للانيشال، اوكي، اللي هي ايضا برضها احنا واحد، نطلع من عندها قيمة الاكس 2 للمحاولة الأولى. هسه نجي للاكس 3 بعد ما وجدنا الاكس 2 من المحاولة للمحاولة الأولى، هسه نريد نستخرج قيمة الاكس 3 للمحاولة الأولى. ايش راح نسوي هنا طلاب؟ نفس الحالة، المعادلة هذه، هذه المعادلة مثل ما ذكرنا حولناها بدلالة الاكس 3، ايش صارت هنا؟ 4.25% ناقصا 0.25 في الاكس 1 للمحاولة الأولى اللي هي هذه، ناقصا 0.5 مضروبة في الاكس 2 للمحاولة الأولى، يعني عوضنا هذه هنا وعوضنا هذه أيضا هنا. شنو معناته طلاب؟ خلي أوضحها شوية. احنا مو سوينا سيستم مال المعادلات للاكس 1 والاكس 2 والاكس 3، شكو قيمة نوجدها رأسا نعوضها، شنو معناتها؟ شنو معناتها؟ مو أول شيء بدينا بالإكس 1 طلعنا قيمة الإكس 1 رأسا نعوضها بالمعادلة اللي بعدها اللي هي قيمة الإكس 2. من طلعنا قيمة الإكس 2 صارت شنو عندنا؟ صارت عندنا إكس 1 وإكس 2، حتى نستخرج الإكس 3 نعوض الإكس 1 والإكس 2. شكو قيمة جديدة رأسا نعوضها، شكو قيمة جديدة رأسا نعوضها بالمعادلة اللي بعدها. أعيد أعيد حتى يعني هي أوكي شوية طريقة معقدة، لكن مجرد أنه ما طبق مثال مثاليا شوية يصير عندك أبسط. وجدنا قيمة الأكس 1، من وجدناها نعوضها بالمعادلة اللي بعدها، صارت عندنا شنو؟ أكس 1 عوضناها بالمعادله اللي بعدها اللي هي ايجاد قيمه الاكس 2، وجدنا اكس 2 ايش راح تصير؟ هذني اللي وجدناها ايضا عوضهم بالمعادله اللي بعدها اللي هي اكس 3، وهكذا تستمر. هذه المحاوله الاولى طلاب، هذه بالنسبه للمحاوله الاولى. احنا نستمر بالمحاولات، احنا نستمر بالمحاولات. شوف هسه اكس 1 وجدناها على سبيل المثال، وين عوضها؟ بالاكس 2 حتى نوجد قيمه الاكس 2. طيب بعدها شنو؟ الاكس 1 والاكس 2 نعوضها وين؟ بالاكس 3. شكو قيمه جديده نوجدها راسا نعوضها بالمعادله اللي بعدها. طيب سوينا هنا طلاب، هسه احنا شنو فارضين؟ اكس 1 اكس 2 اكس 3 اللي هي الانيشال جيس. احنا ورا الانيشال جيس استخرجنا قيم للاكس، فايش راح يصير طلاب؟ حتى نرجع نعوض او حتى نرجع نطلع قيمه الاكس 1 ايش راح يصير؟ راح ناخذ الاكس 2 والاكس 3 الجديده نعوضهم بالاكس 1. واضح طلاب؟ طلاب واضح؟ لو صارت خربطه الموضوع. لا استاذ واضح. اكيد واضح؟ اي استاذ الموضوع سهل. دكتور ممكن اخير خطوه تعيدها؟ اي ان شاء الله. اوكي اوكي طلاب، يعني اي شخص مثل ما قلت لكم اي طالب عنده سؤال خليه يسال. طيب هسه نرجع، ذكرنا انه الاكس 1 استخرجناها المعادله الاولى، قيمه الاكس 1 اللي وجدناها راسا نعوضها بالمعادله اللي بعدها اللي هي ايجاد قيمه الاكس 2، صارت عندنا اكس 1 واكس 2 جديده، القيم الجديده راسا نعوضها بالاكس 3. اوكي هسه حتى نرجع نكمل، لان هي اتريتيف مثل ما قلنا، اتريتيف ميثود، ايش راح تصير؟
الاكس 3 جديده والاكس 2 جديده، نرجع نعوضهم بالاكس 1، نرجع نعوضهم بالاكس 1 وهكذا. نوجد الاكس 1، عوضنا بهم الاكس 2 والاكس 3 جديده، طلعت لنا اكس 1 جديده. حتى نطلع الاكس 2 ايش راح نسوي؟ راح ناخذ الاكس 1 اللي جديده اخر شيء وجدناها، اخر شيء في الاكس 3 اخر شيء، نطلع الاكس 2، نرجع نكمل. يعني لوب طلاب، كانه لوب، كانه لوب. يعني ايش توجد بالمعادله؟ ايش توجد قيمه بالمعادله؟ شو تطلع قيمه بالمعادله؟ راسا تستخدمها. شكو قيمه تطلعها راسا تستخدمها بالمعادله اللي بعدها. اوكي، هذه اكس 1 اعتبروا، هذا اكس 2، هذه اكس 3. نبدا باكس 1، وجدنا اكس 1، نروح للاكس 2، طلعنا الاكس 2، نروح للاكس 3، نستخدم الاكس 1 والاكس 2 اللي وجدناهم. وجدنا الاكس 3، نروح نرجع على الاكس 1 نستخرجها من جديد، بس شنو؟ بدلاله القيم الجديده، اكس 2 اكس 3 جديده. اوكي، وجدنا الاكس 1، نرجع ايضا على الاكس 2 وهكذا، بدلاله شنو؟ بدلاله الاكس 1 والاكس 3. لوب طلاب، شكو قيمه تطلعها من المعادله مباشره تعوضها بالمعادله اللي بعدها مباشره. لوب راح يصير، لوب. طبعا شوف هنا عدد المحاولات هنا بالحاله اللي استخدمناها بهذا السؤال. طبعا انت راح تسوي جدول رقم المحاوله وقيم الاكس اللي توجدها. لحد المحاوله 7 صارت قيمه الاكس 1.999 والاكس 2 صارت قيمتها 2 والاكس 3 صارت قيمتها 3. طبعا هنا تطلع بالبوينتات بالاعشار. طيب شوفوا طلاب، انت شو كنت راح تعرف الحل مالك صحيح؟ عفوا، يعني لاحظ احنا بالمحاوله الخامسه قيمه الاكس 1 1.002، بالمحاوله السادسه 1.001، بالمحاوله السابعه 0.999. يعني لاحظ المحاولات، يعني شلون نسميها، يعني جاي تدور، جاي تدور على الرقم واحد. اوكي، يعني كانه جاي تدور على الرقم واحد ما بين اليمين واليسار، يعني القيمه تريد تتقرب من الواحد. هذا شويه، هذا شيء بديهي راح يكون عندك، يعني مو مجرد انه تطلع ارقام الى ما لا نهايه لحد ما يطلع لك الواحد. ممكن ما يطلع لك الواحد، ممكن يبقى 0.999 مره 1.001 لكن ما يصير 1. لكن نلاحظ انه القيم جاي تتارجح، خلينا نسميها جاي تتارجح حول الرقم واحد. اذا شنو هنا معناتها؟ معناتها راح، يعني القيمه هنا راح تقترب من واحد او تريد تقترب من واحد. اذا قيمه الاكس 1 هنا 1. نفس الحاله هنا، هذه الاكس 2 2.003 1.999 2، يعني اقرب عدد صحيح هي الاثنين. هنا نفس الحالة، هنا صار كونفرجينج، تقارب جدا قوي بالنسبة للX3 صارت 3. طيب إذا وجدنا قيمة الX1 والX2 والX3 صارت 1 2 3. خلصت السؤال، طلعت قيم الX، ما توقف هنا. أوكي، حتى تتأكد من الحل مالك صحيح أو لا. ليش يروح تعبك؟ حتى تتاكد انه الحل مالك صحيح او لا، شو تسوي؟ هذه القيم اللي وجدتها لمجرد تاكيد، يعني مو شرط تكتبه، لمجرد تاكيد، يعني على مسوده او فد شيء تكتبه. هذه القيم تاخذها تعوضها، وين تعوضها؟ بالمعادلات الاصليه بالسؤال تعوضها، تشوف هل هذه القيم راح تطلع لنا 4 و3 و17. يعني لو نجي هنا، احنا قلنا قيمه الاكس 1 1 والاكس 2 3، عفوا الاكس 1 1 والاكس 2 2
والاكس 3 3. نجي نعوض 5 في 1 5 ناقصا 2 في 2 4 5 ناقص 4 1 زائدا 3 4. اذا نطبق على الاولى. وايضا طلاب لازم نطبقن على 3 2. شلون الشرط؟ لازم نطبق القيم على 3. ممكن يحل واحدة المعادلات لكن ما يحل البقية. فليش يروح تعبك؟ نجي قيمة الاكس مش قد وجدناها اكس 1 1 زائدا هذه 2 صارت 2 في 4 8 زائد 1 9 ناقصا 2 في 3 6 9 ناقصا 6 3. اوكي صحيح. نفس الحال لما تجي تطبق 1 2 3 راح يطلع 17. اذا الحل صحيح. اذا القيم اللي وجدتها اللي هي اكس 1 اكس 2 اكس 3 صحيح. هذا بالنسبة لطريقة الجاوس سيدل. طريقة الجاوس سيدل هذه طلاب يراد لها ممارسة وتمرين هذه الخطوات، كيفية إيجاد قيمة الأكس وتعويضها بالمعادلة اللي بعدها إلى آخره. طبعا الجاوس سيدل إيش تفرق عن طريقة الجاكوبي؟ إحنا هنا ذكرنا طلاب هذه الاندايركت ميثود من ضمنها الجاوس سيدل والجاكوبي، يعني معناتها اثنيناتهن اتريتيف. اثنيناتهن اتريتيف ميثود او اندايركت ميثود. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الفرق انه شفنا احنا بالجاوس سيدل، شفنا بالجاوس سيدل شنو؟ القيمه اللي نوجدها مباشره نعوضها بالمعادله اللي بعدها. X1 عوضناها مباشرة بالX2. من وجدنا الX2 أخذنا الX1 والX2 عوضناهم بالمعادلة X3. وجدنا X3 أخذنا الX2 الجديدة والX3 اللي تونا وجدناها عوضناهم بالX1 وهكذا. لكن بالجاكوبي شنو الفرق؟ الجاكوبي مو استخرجنا قيمة الX1 هنا على سبيل المثال، وجدنا قيمة الX1 منين؟ عوضنا الانيشال منا 2 منا اكس 2 تساوينا 1 واكس 3 تساوينا 1، عوضنا هنا 1 ب 1 وجدنا قيمه الاكس 1 فرضا فد رقم. هذا الرقم اللي وجدناه بطريقه جاكوبي ما راح نعوضه بالمعادله اللي بعدها. لا. ايش راح نسوي؟ الاكس 2 راح تعتمد ايضا على الانيشال فقط. تاخذ الاكس 1 من الانيشال والاكس 3 من الانيشال، راح نوجد قيمه الاكس 2. الاكس 3 ايش راح يصير؟ راح ناخذ الاكس 1 والاكس 2 ايضا من الانيشال. يعني كانه راح نطلع قيم جديده للاكسات، اكس 1 اكس 2 اكس 3. بدون ما يصير لوب، بدون لوب. هذا هو الفرق ما بين جاوس سيدل والجاكوبي. الجاوس سيدل شكو قيمه نوجدها مباشره نعوضها بالمعادله اللي بعدها. لا، الجاكوبي ايش راح يصير؟ الجاكوبي القيمه اللي نوجدها لا، نخليها مستقله لحد ما نطلع قيم الاكسات كلها ونرجع لوب جديده. هسه ورا ما طلعنا هذه القيم الجديده كانه صارت هي هذه الانيشال، صارت هي الانيشال جيس بالنسبه للجاكوب وهكذا. ايضا راح نطلع قيمه اكس 1، هذه الاكس 1 جديده اللي وجدناها ما راح نعوضها بالاكس 2، لا نعتمد على ذني. نعتمد على ذني. نطلع اكس 2 ما راح نستخدم الاكس 2 والاكس 1 الجديده لاستخراج قيمه الاكس 3. لا نعتمد على القديمات بطريقه الجاكوبي. وجدنا قيم جديده، هذا راح يصير انيشال جيس بالنسبه للجاكوبي وهكذا تستمر. اجيب لكم مثال عنها ان شاء الله، انا ما اخلي لكم مثال هنا حاليا. اجيب لكم مثال عنها. دكتور عفوا عندي سؤال. نعم تفضل. دكتور دائما عدد المحاولات تكون 7 مرات شلون؟ لا لا مو شرط، مو شرط. يعني عدد المحاولات يكون حسب الكونفرجنج. احنا مثل ما ذكرنا هنا، شوفوا هنا طلاب، يعني انت هنا وين الجدول؟ هذا هو الجدول. ممكن يصير عندك تقارب بالمحاوله الرابعه والخامسه. يعني هنا لاحظ هسه بالمحاوله الرابعه والخامسه يعني مو كلش واضح التقارب، مو كلش واضح التقارب، لكن
خلي هذه نمسحها شويه. لكن عندك بالمحاولة الخامسة والسادسة هنا لاحظ صار ممكن تقارب، يعني هنا ممكن توقف بالسادسة، توقف بالسادسة وتقول انه قيمة الاكس 1 واحد والاكس 2 اثنين والاكس 3 ثلاثة، لكن شنو لازم تتأكد تاخذ هذه القيم لازم تعوضها وين؟ بالمعادلات الأصلية حتى تشوف صحيح أو لا، إذا مو صحيح لازم تكمل محاولات. يعني دكتور ما تكون قيمة X1 X2 X3 قريبة من بعضها أتوقف عن المحاولة. بالضبط، قريبة مو عن بعضها، قريبة عن المحاولات، يعني عن المحاولة اللي قبلها. أوكي؟ أه. تمام تمام. منو بعد عنده سؤال طلاب؟ خليه يتفضل يسأل. هذا بالنسبة لطريقة الجاكوبي عفوا الجاوس سيدل. هنا عندكم هوم وورك طبعا طلاب، هوم وورك 1 هوم وورك 2 اريدكم تحلوه بطريقة الجاوس سيدل وطريقة الجاكوبي. كل سؤال هنا بالسؤال او الهوم وورك الاول عفوا solve the following sets of linear equations using gauss seidel and jacobi iteration methods and compare the results of two methods. يعني راح تحل السؤال بطريقة الجاوس سيدل وتحله مرة بالجاكوبي وتشوف النتائج هل هي متقاربة أو بها فرق، يعني على الأغلب هي متقاربة لكن هو مجرد يعني صيغة للسؤال. نفس الحالة بالنسبة لل الهوم وورك 2 نفس الحالة تحليها بطريقة الجاوس سيدل والجاكوبي. طيب بقت نقطة أخرى طلاب جدا مهمة، احنا ذكرنا أنه الشرط الخاص بالجاوس سيدل الشرط الخاص بها هو أنه الشرط لازم نطبقه على المعادلات الأولى والثانية والثالثة. أوكي طلاب، لكن هسه عندنا هنا نشوف نلاحظ هذا الهوم وورك رقم 2، شوف نلاحظ هنا مجموع المعادلات او عدد المعادلات عفوا اربعه، يعني معناته شنو هنا عندنا؟ عندنا اربعه مجاهيل اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4. طيب هسه نرجع الى النقطه اللي ردت يعني اذكرها لكم وهي جدا مهمه ايضا، ذكرنا انه الشرط لازم نطبقه اول شيء. طيب في حالة انه مرات يجيب لك بالسؤال انه المعادلات غير مرتبة، يعني على سبيل المثال نبدي x1 ناقصا 9 x2 زائدا 2 x3 تساوي 1 وراها قال لك 8 x1 زائدا 2 x2 زائدا 3 x3 تساوي 30 والمعادلة الثالثة نفسها 2 x1 إلى آخره. طيب بدل هذا السيستم إجاك هذا الشيء، يعني هو نفس المعادلات لكن نلاحظ الترتيب اختلف وذكر لك أنه حل إياها بطريقة الجاوس سيدل. طيب تجي هنا احنا ذكرنا انه لازم نطبق الشرط الخاص بالجاوس سيدل، فايش راح نسوي في حاله الاي اي اي للمعادله الاولى؟ ايش قد قيمته في حاله المعادله الاولى؟ المعادله الاولى الاي تساوي 1، اذا الاي 1 1 اللي هو هنا بهالحاله 1 مطلق الواحد لازم يكون اكبر من مجموع بقيه البارامتر 9 زائد 2، ايش راح يصير هنا؟ 1 اكبر من 11 وهذا خطا، واحد مو اكبر من 11. فايش راح تقول؟ راح تقول اذا هذا السيستم ما ممكن انه نحله بطريقه الجاوس سيدل عفوا. لكن هذا الشيء خطا طلاب. ليش؟ لانه تجي على ترتيب المعادلات. تجي على ترتيب المعادلات. نلاحظ هنا
بالمعادلة الأولى والثانية، هنا 8 هي أكبر بالـ A11، هي أكبر. ويا الشرط، ويا تنفيذ الشرط، يعني كخطوة أولية لازم نشوف ترتيب المعادلات، هل المعادلات مرتبة صحيحة؟ يعني لو تجي فقط تخلي المعادلة الثانية تصير أولى والمعادلة الأولى تصير ثانية وتطبق الشرط، يطبق. أوكي؟ إذا هالحالة ما مسموح لك تكتب أنه والله هذا السؤال ما ينحل بطريقة القاوس سيدر لأنه الشرط ما تطبق، لا. هنا تجي على الترتيب مال المعادلات، ترتب المعادلات، ترتبت وتطبق الشرط، أوكي. سويت بها ترتيب وما تطبق الشرط، خلص. هالحالة تقدر يعني تتأكد أنه ما ممكن حل هذه أو هذا المثال أو مجموعة المعادلات بطريقة القاوس سيدر. أعيد يا طلاب، أعيد يا طلاب، ويا الشرط هنا. أي أستاذ ممكن تعيدها؟ تمام. تجي مجموعة معادلات، وهذا طبعا جبته أكثر من مرة وأيضا يعني صار بإشكال، ما يعني ما فهموه أو ما أعرف المشكلة. هذا الشرط مثل ما ذكرنا، مو ذكرنا أنه هذا الشرط يجب أن ينفذ كخطوة أولى قبل أن نبدأ بالحل. معادلات الآنية اللي راح تجيك تلاحظ عليها أو تشوفها تنتبه عليها. في حالة أنه هذا السيستم والمعادلات نلاحظ أنه الـ A11 أوكي صحيح أكبر من هذه بقية المعاملات، الـ A22 أيضا أكبر من مجموع بقية المعاملات، الـ A33 نفس الحالة. طيب إذا جاك سيستم يعني معادلاته أنت ما تعرف أنه هل هي مرتبة أو مرتبة، ما تعرف. جاك سيستم أنه قيمة الـ X1 زائدا 5X2 زائدا 3X3، وتشوف هذه المعادلة الأولى على سبيل المثال. هنا بالمعادلة الأولى إذا أشوف هذه المعادلة الأولى راح تقول هذا الشرط ما تحقق، إذا خطأ. لكن تنتبه قبل هذا الشيء، تنتبه على المعادلة اللي بعدها، تشوف معامل الـ X1 بالمعادلة الثانية ممكن يكون يعني أكبر من بقية المعاملات، يعني مثلا هنا 1X، هنا X1 طبعا، X1 زائدا X2 زائدا 2X3 يساوينا 5 مثلا. نشوف صارت مثلا هذه معادلة ثانية، يعني مثلا جاك هذا سيستم 1، هذه المعادلة الأولى، معادلة ثانية، معادلة ثالثة إلى آخره. أوكي، طبقنا الشرط على المعادلة الأولى ما تنفذ، لكن نجي نقول إنه هذه المعادلة الأولى أو عفوا الثانية، هذه المعادلة الثانية إذا خليناها المعادلة الأولى صارت مو يطبق الشرط. احنا شنو اللي يهمنا طلاب؟ اللي يهمنا انه هذا الدياجونال، هذا الدياجونال القطر، معاملات الاكس بي، معاملات الاكس تصير اكبر من مجموع المعاملات لكل معادلة. يعني لاحظ انه هذه الخمسة اكبر من ثلاثة، هذه الاربعة اللي هي بالدياجونال اكبر من 2 زائد 1، وهذه الاربعة ايضا اكبر من 2 زائد 1. اذا اللي يهمنا نخلي هذا الدياجونال قيمه اكبر ما يمكن بالمعادلات. قدرنا نرتبها بهالشكل هذا خير على خير، ما قدرنا نرتبها خلص. اوكي، ممكن انه بدل هذا الشيء ممكن يخلي لك المعادله الثالثه، طلاب ممكن يخلي لك المعادله الثالثه 8 x1 زائد 2 x2 زائدا X3 على سبيل المثال تسانفذ رقم 1 على سبيل المثال. ممكن المعادلة الثالثة لازم توديها تصير الأولى، يعني ري أرينج، إعادة ترتيب المعادلات. هذا في حالة إذا ما كانت مرتبة، يعني ممكن تخلي المعادلة الثالثة تصير أولى. المهم تطبق للشرط، المهم أنه الشرط يطبق. إذا طبق الشرط خير على خير، ما تطبق الشرط حتى بعد الترتيب خلاص، نقول السؤال يعني ما ينحل بطريقة القاوس سيدر وخلاص. واضح طلاب ولا أي واحد؟ أستاذ طريقة جاكوبي ممكن تعيدها بصورة سريعة؟ طريقة الجاكوبي، طريقة الحل.
طريقة الجاكوبي عفوا الجاكوبي اوكي الجاكوبي هسه نجي على هذه المعادلات. ذكرنا انه هذه المعادلات هذه صارت بطريقة القاوس سيدل. طبعا لحد هنا يا طلاب لحد هنا نفس طريقة الجاكوبي نفس طريقة القاوس سيدل لحد هنا. وايضا لازم نطبق الشرط بالمناسبة بالجاكوبي ايضا لازم نطبق الشرط هذا. اوكي طيب نجي لهذه المعادلات. من المعادله الاولى وجدنا قيمه اكس 1 صارت عندنا اكس 1 جديده. طيب بالقاوس سيدل شنو نسوي؟ هذه الاكس 1 جديده راسا نعوضها بالمعادله اللي بعدها. طيب بالجاكوب ايش راح نسوي؟ لا هذه الاكس 1 ما نعوضها بالمعادله الثانيه او اللي بعدها نخليها على جهه. نستخرج قيمة x2 منين؟ هذه الـ x1 منين نجيبها؟ والـ x3 منين نجيبها؟ نجيبها من الانيشال اللي معطات بالسؤال أو اللي فرضناها احنا بالبداية. نعوض قيم الـ x1 والـ x3 من الانيشال. ما نستخدم القيمة الجديدة الـ x1. أوكي؟ نعوضها بالمعادلة الثانية. إيش سوينا هنا؟ وجدنا قيمة x2 جديدة. طيب هسه شو نسوي؟ نعوضهم بالاكس 3؟ لا ما نعوضهن، خليهن. بعدنا راح نشتغل فقط على الانيشال اللي ذكرناها ببدايه السؤال او اللي فرضناها احنا. الاكس 3 نعوض الاكس 1 من الانيشال والاكس 2 من الانيشال. وجدنا قيمه اكس 3. هسه هذه الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 الجديده ايش راح تصير؟ كانه هي راح تصير الانيشال جيس، يعني هذا راح نلغيه. يصير عندنا هنا الانيشال جيس. يعني الاكس 1 هنا بالمحاوله الثانيه ايش راح تصير؟ راح تصير 0.8 زائد 0.4 في الاكس 2 يا اكس 2 هذه الجديده. ناقصا 0.2 في الاكس 3 يا اكس 3 هذه الجديده. سوينا؟ وجدنا قيمه اكس 1 جديده. زين. هذه الاكس 1 جديده نعوضها بالاكس 2 الجديده؟ لا ما نعوضها خليها. شو نستخدم؟ نستخدم الاكس 3 اللي هي الانيشال جيس والاكس 1 اللي هي الانيشال جيس نطلع قيمه الاكس 2. وجدنا قيمه اكس 2. نريد نستخرج الاكس 3 نعوض الجدد؟ لا ما نعوض الجدد نستخدم القديمات اللي هي x1 وx2 وهكذا وجدنا قيمة x3. من وجدنا x1 x2 x3 نلغي هذا صارت ذني كأنه initial guess. أيضا نطلع قيمة x1 شون x2 x3 نعوضهم. وجدنا قيمة x1 نعوضها بالx2؟ لا ما نعوضها خليها نعتمد على القديمات. نعوض x1 هذه و x3 هذه. وجدنا قيمة x2 صارت وقت ان ال x3 نعوض الجدد؟ لا ما نعوض الجدد نعوض ال x2 وال x1 القديمات. صارت عندنا x1 x2 x3 جدد. من صارت عندنا جدد نلغي هذا نعتمد على ذن جدد وهكذا نستمر لحد ما ايضا يصير كونفرجنج برقم اللي وجدناه بالمحاوله الفلانيه وهكذا. واضح؟ واضح طلاب الفرق ما بين الجاكوبي والقاوس سيدل؟ اوكي طلاب احنا يعني نتوقف لحد هنا اليوم، يعني ما اريد يعني ازود عليكم بالمحاضره الاولى
وأيضا هي المادة شوية يعني يراد لها تركيز ودراسة أكثر، فما أريد ناخذ الجاوس إليمنيشن والجاوس جوردن لأنه راح يصير لود عليكم بهذا الفصل. فنكتفي اليوم هذا القدر من المحاضرة، وإن شاء الله نلتقي يعني الأسبوع القادم. لكن أريد من عندكم أنه هذا اللي أخذناه اليوم تراجعوه، والمحاضرة إن شاء الله راح أرسلها لكم كتسجيل حتى اللي فاته قد ملاحظة أو إلى آخره. وأي سؤال عندكم حتى لو تسألوني عن العام بالكلاس، ما لي أي شيء طلاب بدون إحراج، ما لي أي شيء، أي نقطة مثلا فاتتك أو نسيتها تريد ترجع تستذكرها يعني اسألني، ما بيها أي شيء. إضافة إلى أنه بعد ما نكمل إن شاء الله الهوم وورك راح أرسله لكم كواجب، وأحدد لكم يعني موعد به حتى ترسلوا لي الهوم وورك. طلاب رجاء ما أريد أحد يعني يهمله، لأنه على درجة على السعي، من هسه أقول لكم على درجة على السعي، ما أعتمد فقط على امتحان، الهوم وورك على درجة من السعي، تمام؟ فأنتوا كيفكم بعد، يريد يرسله أو لا؟ طيب سجلتوا أسماءكم طلاب كحضور على الصفحة الرئيسية؟ دكتور نعم بقيت أنا ما سجلت اسمي. نعم صادق، سجل على الصفحة الرئيسية، مو على الصفحة الرئيسية. أنا عبالي أكو فد تسجيل حضور مثل العام، ما انتبهت. لا لا، سجل أني حتى أسوي الورقة لأنه لازم تسلم للقسم. أوكي، اللي ما سجل اسم الطلاب خليه يسجل رجاء. اوكي طلاب، انا بالنسبه لي شكرا يعني دكتور، اكتفي بهذا القدر. العفو العفو، فاللي يحب يتفضل خليه يتفضل، واللي عنده سؤال خليه يحب يسأل.